مساء الخير. في ناس كتير في مصر ضد التوك توك باعتباره بقى وسيلة دايماً بتيجي من وراها المشاكل والبلطجة وأزمة الزحمة والسواقة بأسلوب همجي بيبهدل في عربيات الناس. ده غير تحرش بعض سواقين التكاتك بالبنات والستات، وكمان استخدام التوك توك أحياناً في بيع المخدرات، ودي حاجات كلنا بنقراها أو بنشوفها على السوشيال ميديا. وفي ناس تانية بتشوف إنه ليه مميزات كتير، زي إن هو بينقل الناس الكبار والطلبة وستات البيوت اللي جايبين الطلبات من السوق مش قادرين يمشوا ويكملوا لحد الشارع بالشيلة التقيلة دي لحد البيت. ده غير إن هو كمان بيوفر فرص عمل لناس كتير ما عندهاش مصدر دخل غيره، وده طبعاً أحسن من البطالة. بس المشكلة مش في التوك توك نفسه، التوك توك في الآخر مجرد آلة أو وسيلة. المشكلة في نوعية بعض الناس اللي بتستخدم الوسيلة دي. والنهاردة في قصة حقيقية لأول مرة بنستقبل مشكلة من مرات سواق توك توك اسمها صابرين، بعتت تحكي لنا قصة غريبة جدا بتعبر عن شريحة كبيرة جدا من سواقين التكاتك اللي بقت أمر واقع في المجتمع. تيجوا نسمع الحكاية من الأول ونشوف صابرين بعتت تقول لنا إيه.